أستاذة نجلاء من الفيوم تتفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بالله عليك اسمعني واديني حل، اديني حل بسيط اقدر اوصل المشكلة اللي انا فيها. ربنا يعيننا ان شاء الله. اتفضلي. انا في مشكلة مع والدي يا شيخ، انا عارفاها بقالي فترة جامدة، بقالي 10 سنين او 12 سنة. تمام. انا عرفت ان والدي كان موظف، وعرفت ان والدي اخذ مبلغ مالي مقابل حاجة هو عملها. تمام. الكلام دوت انا كنت لسه ما تزوجتش، ولما عرفت الكلام دوت يعني مفاجاه، ما اعرفش، لما ما حدش قال لي، انا عرفت لما لقيت مبلغ كتير في البيت، لان انا بحكم ان انا الكبيره انا اللي كان ايدي في كل الحاجات اللي في البيت. فلما سالت والدتي: يا امي الفلوس دي وضعها ايه وهي منين، ده مبلغ كبير. قالت لي: والله يا بنت انا ما اعرفش حاجه. قلت لها: لحسن ربما يكون في حاجه. قالت لي: لو فيها حاجه حرام انا وانتوا، انا واخواتك بريئين من كل حاجه والدك عملها. تمام. طبعا انا جيت تزوجت بعدها مباشره، ما كملتش شهرين وتزوجت وسبت البيت. حصلت مشكله في البيت مع والدي، والدتي فبتناقشوا، قال لها: ايوه انا عملت كذا وعملت كذا، واقر لها بان هو عمل حاجه حرام. تمام. دلوقتي يا شيخ بيتنا، انا عارفه ان كل نبته نبتت من حرام النار اولى بها. طيب. اخواتي كلهم في مشاكل، وصلت لان هم بيضربوا بعض، الولاد الصبيان كمان اللي موجودين في البيت دول خصوصا، يمكن انا عشان بعيده ومش هناك على طول، ما فيش مشاكل طيراني قوي زي اللي في البيت. البيت سؤالك فين يا سؤالك فين يا استاذه نجلاء؟ نعم. سؤالك فين؟ مستمع يا شيخ. سؤال حضرتك فين؟ سؤال حضرتي: ازاي اخلي والدي يقلع عن الذنب ده ويتوب؟ لأنه طول ما تبشي عن الذنب ده، أنا عارفة إن الناس هتفضل تحصد في البيت. طيب حضرتك في إخواتي كمان، أنا مش عارفة أوصل له المعلومة، وكل اللي يتكلم معايا شيخ بيصور عليه، وممكن توصل لضرب وإهانة. أنا وصلت إن أنا اتكلمت معاه من سنة، ضربني وشحتني وبهدلني وخلاني لحد دلوقتي محرمة على البيت إن أنا أدخل البيت هناك. طيب يا استاذ، مش عارفه ازاي اخليه يقلع ويتوب عن هذا الذنب، وذنبي مش قليل. طيب حاضر حاضر، ما مش معقول هنجيبه يقلع على هذا الذنب على الهواء. سيبيني طلب اقول لك هتعملي ايه يا استاذه نجلاء. استاذه نجلاء، ممكن والدك ببساطه خالص، ببساطه وبسهوله، الذنب اللي عمله ان هو يكون كذب على امك. كذب على امك يعني ايه؟ يعني هو وهي بتنرفزه وبتقول له: انت جبت الفلوس ده منين؟ انت جبت الفلوس منين؟ واضح ان والدك عصبي، واضح ان والدك مش بيقدر يدير غضبه. فايه اللي حاصل؟ فاللي حاصل ان والدتك لما ضغطت عليه: ايوه يا ست انا جبت الفلوس من حرام وانا عملت كذا كذا. وعلى فكره ممكن يكون هو كان بيخبي فلوس وبيحوش فلوس من وراها. فافتراض ويقين بان ابوكي عمل حاجه حرام انت ما شفتيش، انت اعتمدتي على انك انت ساعدت القاضي وابوكي اقر عندي وكيل النيابه بتاع القاضي اللي هو والدتك، وانت ما شفتيش اي حاجه ولا تعرفي اي حاجه. كل اللي عندك بس ان في فلوس، والفلوس ديت حرام، واحنا عندنا مشاكل في البيت. احنا عندنا مشاكل في البيت لان في واضح ان العلاقه متوتره من ما بين ابويا وامي. اخواتي بيضربوا بعض لانه نشأوا في علاقه متوتره زوجيه. انما مساله بقى ان دوت كان سببه المال الحرام، انا ما اقدرش اقطع لك بيه يا بنتي. انت مصره ان انت تعملي حاجه، ولذلك لما رحت كلمتي والدك ايه اللي حصل؟ الراجل اتعصب لان هو احس ان انت بتهنيه وبتكلميه في شرفه. الامر الثاني، احنا ما انت اصلا ما حضرتيش القصه اللي كانت ما بين باباكي ومامتك عشان تقطعي بان الراجل جاب الفلوس من حرام. لكن السؤال العاقل ان احنا قد ايه نساعد ابونا على ان هو يهدى ويرجع الى الله سبحانه وتعالى، عسى ان العلاقه اللي بيني وبين امي تنصلح. انا مش موافق ان انت تعتبري ان انت نشأتي من مال حرام، انت ما شفتيش ده، ولا موافق ان انت تقولي ان اولاد ان البيت كله نشأ من حرام. انا مش موافق على ده، انا ما عنديش دليل. انت الدليل الوحيد اللي عندك ان انت تشوفي ده، او انك المال ده والدك يكون مقر بان هو عمل ده في ظرف عادي وهو بيتوب. لكن احنا وبنتخانق مع بعض وهو يقول كلام اصلا انت ما سمعتوش وما سمعتيش والدتك قالت ايه. فانا نصيحتي لحضرتك شيلي فكره ان انتوا نشأتوا من مال حرام خالص، شيليها من دماغك، وهدي المسائل وتعاملي مع والدك بشكل حسن، وبعد كده هنشوف ايه اللي هيحصل. ساعتها لما والدك يستقر ويهدى
ممكن ينشرح صدره وتعرف الحقيقة، لكن انت دلوقتي مش هتقدر تعرف الحقيقة أبدا. وقرارك ده قرار غير صائب، ان انت تقولي ان والدي جعل البيت كله ينشأ من حرام، لا مش موافق على ده، ولكن البيت فيه خلافات، والخلافات تعمل أكتر من كده وأسوأ من كده. فالخلافات اللي موجودة في البيت لا تصلح دليلا على أنكم نشأتم وأكلتم من مال حرام. نعم.